بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا من هذا الفاصل حتى نرى محورا في الحقيقة إنه إخبار بالغيب. لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانصرف فقال: أتدرون من هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. سأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ثم سأله عن أشراط الساعة. والمسلمون حولوا هذه الأسئلة الأربعة أو هذه المجالات الأربعة، الإسلام، فصنعوا له علما أسموه الفقه، الإيمان صنع له علما أسموه التوحيد أو علم الكلام، الإحسان صنعوا له علما أسموه التصوف أو الأخلاق. والسؤال عن الأمور المستقبلية التي تؤكد صحة النبوة والتي تؤكد صحة القرآن، إذن فهذا محور مهم حتى لو لم نلتفت إليه أو سأل بعضهم لما هذه القصة. فتكلم القرآن على هذه المحاور أيضا، ومن ذلك سد يأجوج ومأجوج. يقول تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. من كل حدب يعني من كل ناحية، ينسلون يعني يندفعون اندفاعا شديدا. معنى هذا أنهم كثر، كثيرون، يأجوج ومأجوج. أبو الكلام أزاد باد، وكان وزيرا في الهند مسلما، فسر القرآن، فلما وصل عند هذه الآية أراد أن يعرف أين سد يأجوج ومأجوج، وبحث في هذا المقام حتى وصل إلى ذلك السد. وترجم كتابه الذي تكلم فيه عن هذه الظاهرة، ترجم ونشر، جزء نشر في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وجزء آخر نشر في أيام الشيخ أحمد حسن الباقوري رحمه الله تعالى فيما يسمى بدار الشعب. في هذه الكتب يذهب أبو الكلام الأزدبادي إلى تحديد دقيق لموطن سد يأجوج ومأجوج، وأنه موجود على حدود أرمينية، وهي تلك الدولة التي كانت من أتباع الاتحاد السوفيتي قبل تفككه أو قبل الاستقلال الذاتي لهذه الدول. أرمينيا فيها هذا السد ويسمى بالبوابة الحديدية وإلى يومنا هذا. فالعلامة أن ينهار هذا السد، وهذا السد موجود حتى في جوجل. بعض الناس يقول يعني احنا عرفنا الأرض كلها وأين هو، لا، ده حتى في جوجل موجود، وألف أحد الأردنيين كتابا لتحديد خطوط الطول والعرض له على الجوجل إيرث أو على خريطة جوجل الأرضية التي تأخذ معلوماتها من الأقمار الصناعية المحيطة بالأرض، فهو موجود، ولكن بعض الناس لا يلتفت إليه أو بعض الناس لا يعرف هذه المعلومة. سبق في القرن الثالث الهجري أن بحث هذا البحث، وأرسل الخليفة العباسي نحو 100 من الباحثين والرحالة في الأرض يبحثون عن هذا المكان، وعادوا إليه
بذلك المكتشفات فهو معروف، وأشار إليه الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. إذن هذا ليس وهما وهذا ليس خيالا. الخيال تم في القصص الشعبية التي تسمى بالروايات، حدث فيه خيال على أن هؤلاء آذانهم كبيرة يلتحف بأذن منها ويتغطى بالأذن الثانية وأشياء من هذه الخرافات. هناك فرق بين الواقع والحقيقة والفرق ما بين هذا الكلام الذي لا دليل عليه. هم بني آدمين وموجودين وموجودين إلى الآن في صورة هذه القبائل شديدة الفقر، وقد يكون هذا سبب لخروجهم بهذه الكميات الكبيرة لغزو العالم. هذا محور ينبغي أن نهتم به. محور آخر نراه أن لكل أمة شريعة خاصة بها توافق الزمان التي جاءت فيه، توافق المكان الذي أرسل فيه ذلك الرسول، توافق الأحوال من أجل تحقيق المقاصد الشرعية الخمسة: حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ كرامة الإنسان، حفظ عرض الإنسان وماله. قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. إذن كل مكان، كل زمان، كل أقوام، أشخاص، وفي كل حال لها شريعة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نرى هذا المحور في أهميته والإيمان بكل ما أرسله الله سبحانه وتعالى مع اختلاف الشرائع. في شريعة المسلمين يحرم على الرجل أن يتزوج عمته، ولكن ليس كان كذلك في شريعة إبراهيم. كان يجوز للرجل أن يتزوج عمته. إذن فهي أحكام ربانية إلهية لا نستطيع أن نتصرف فيها. نرى محورا آخر وهو المعنى الواسع للجهاد في آخر سورة الحج في قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. معنى واسع للجهاد، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، أخرجه البيهقي في الزهد. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.